بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. الفيديو دوت اتطلب مني كتير قوي، وان الاوان اللي احنا نعمله مع بعض دلوقتي ان شاء الله هتستفادوا منه كتير جدا. طلب مني ماذا يوجد في حقيبتي او ماذا يوجد في شنطه المدرسه، سواء طول ايام الدراسه. طول ايام الدراسه بتبقى الشنطه متنظمه ازاي وايه اللي بيبقى فيها، وانتوا عارفين حاجه البنات بتبقى ليها خصوصيات شويه، يعني بتبقى مهتمة بالحاجة بتاعتها غير الولاد خالص. النهاردة بقى انا هقولك كل حاجة في شنطة منا، هي بتنظمه ازاي، هي بترتبهم ازاي، بتبقى عارفة اماكن الحاجة، مفيش يوم بتنسى حاجة في البيت ما شاء الله. يعني حابة اقولك كمان ان الشنطة دي تالت سنة ليها، السنة دي ان شاء الله هتبقى تالت سنة. دي الشنطة اللي انا اتكلمت عليها كتير، اللي هي ماركة بي زد. انا مش بعمل دعاية لأي حد، بس هي الشنطة تستحق اللي انا اتكلم عليها، عشان في ناس كتير قوي بتبقى نفسها تجيب شنطة تعيش مع اولادها فترة طويلة وما بتعرفش. يا جماعة هاتي شنطة ماركة هتعيش معاكي اكتر من 3 او 4 سنين، تمام كده؟ دي كده السنة التالتة، والشنطة ولا اتقطعت ولا في سوستة باظت ولا اي حاجة خالص، زي ما انت شايفاها اهي زي الفل. بتروح معانا النادي، بنروح بيها مشاوير، بكل حاجة بنعملها بيها. طبعا حبيبة قلبي قبل ما ابدأ اعمل اي حاجة، لو انت اول مرة تشرفيني ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي، وتنضم للعيلة بتاعتنا الكبيرة لعل وعسى تعجبك ان شاء الله. وما تنسيش تحط لايك للفيديو علشان خاطر وصلهولي لاكبر عدد من اللايكات، عشان ان شاء الله باذن الله هعمل لكم روتيني اول يوم المدرسة وروتيني ليلة المدرسة ان شاء الله باذن الله. ده لوحده وده لوحده، بس لو وصلتوا لي الفيديو دوت لاعلى اللايكات. ماذا يوجد في حقيبتي؟ الشنطة عبارة عن 3 سوست، ادي 1 2 السوستة التالتة، وفيها من هنا جيبين من برة، تمام كده. اول جيب من هنا كده نفتحه مع بعض ونسمي كده ونشوف هي بتحط فيه ايه. بتحط فيه المناديل، وده طبعا اساسي لازم تكون في شنطة البنوتة مناديل، سواء المناديل اللي هي الجيب دوت او المناديل اللي هي بتاخد بالواحد، يعني سواء كده او كده الاتنين شغالين ماشي الحال. طبعا تاني حاجة معانا هي المناديل الوايبس، طبعا لازم تبقى برضو موجودة في شنطة البنوتة، وكمان مع الاضافة لجل التعقيم. جل التعقيم ده بيتباع في كل المحلات، هو بتاع ماي واي، سعرها تقريبا العبوة ديت 11 جنيه، بتقعد كتير، بتقعد فترة طويلة قوي. مش قادرة تجيب جل التعقيم دوت او اي حاجة من النوع دوت، لان في منه انواع كتير غير ماي واي. جيبي الوايبس، سعر الكيس الوايبس دوت 2 جنيه، متوفر في كل المحلات وكمان في الصيدلية لو مش عارفة تجيبي من اي محل. شنطة البنوتة او صابونة ديدول اللي انت عايزين. ده كده اول جيب بكل نظام اهو، 3 كده جنب بعض، لازم اساسي الثلاث حاجات دول في الشنطة او حاجتين منهم بس كده، تمام. اول جيب، تعالي معايا بقى نفتح الجيب التاني ونشوف هي حاطة فيه ايه. ده كده الجيب التاني، بسم الله، حاطة فيه المقلمة بتاعتها. وطبعا انتوا شفتوا تنظيم المقلمة ازاي، نظمت المقلمة وحطت فيها الاقلام بتاعتها وحطت فيها كل حاجة. واللي ما اتفرجتش على فيديو المقلمة هسيبه لها ان شاء الله في صندوق الوصف او في التعليق المثبت، تروح تتفرج عليه، بجد منظماها بطريقة حلوة جدا هي والمقلمة بتاعت الالوان. تاني حاجة معايا هو البوك بتاع الفلوس بتاعها، هي بتعلقه كده في الجيب بتاع الشنطة، في من هنا علقة في الشنطة هي بتعلقه فيه، بتحط فيه مصروفها. وبعد كده اللانش بوكس الصغير دوت اللي انا بديها فيه التسالي. يعني ايه تسالي؟ يعني مثلا سندوتش يكون حلاوة، مربى، ملوش علاقة باللانش بوكس الكبير، او مثلا لو عاملة فشار، لو عاملة رز بلبن من بالليل بكون حطاه لها فيه بالشكل دوت كده، وحطاه في التلاجة ما بيحصلش اي حاجة وما بتأثرش بالسخنية. وطبعا اللانش بوكس الكبير دوت اهو بالشكل دوت كده، بيبقى جواه السندوتشات بتاعتها، وفي من جوه علبه صغيره حاطه فيها المخلل او اي حاجه سناك جنب الاكل، سواء خضار او مخلل. وطبعا السندوتشات بتبقى محطوطه هنا. ده كده اللانش بوكس اللي هو الكبير. وطبعا عملت لكم افكار لانش بوكس كتيره قوي على القناه، هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، للي ما اتفرجش عليها تتفرج عليها، هتفيدك كتير جدا لو بتحتاري في سندوتشات الولاد، او لو انت بنوته بتتفرجي عليا وبتحتاري وما بتبقيش عارفه مامتك تعمل لك اكل ايه، اتفرجي على الفيديوهات ان شاء الله تعجبك.
وطبعا ازاز الازاز الصغيره ديت دي حجمها صغير يا جماعه، مش كبيره ولا اي حاجه، ببقى حاطه لها فيها عصير. ما عنديش عصير فريش، بجيب العصير المعلب العادي وببقى حطاه هنا برضو في الجنب كده. تمام كده. هنا بقى في الشنطه في سوستتين، وفي من هنا جيب، الجيب اللي هنا هي ما بتستخدموش كتير، لكن السوستتين دول بتستخدمهم. اول سوسته بتبقى حاطه فيها ايه، نفتحها مع بعض كده، بتبقى حاطه هنا النوت بوك بتاعها، بس ده مش نوت بوك، لسه ما جبتهولهاش. بتبقى حاطاه هنا في السوسته ديت عشان بتكتب فيه كل حاجه، سواء واجب او معاد درس، او مثلا ميس قالت لها بكره هاتي كراسه، بكره هاتي حاجه زياده يعني من الجدول، بتكتبها في النوت بوك. وكمان حاطه هنا توكه زياده معاها في الشنطه، انتوا عارفين البنات بقى والحركات كده. وفي كليبسه من تحت، ده كده الجيب دوت. اما الجيب التاني بقى بتبقى حاطه هنا الهاند فري بتاعها، ساعات بيبقى عندها حصص فاضيه كتير وبتبقى عايزه مثلا تتفرج على فيديو هي محملاه عندها على الموبايل، عايزه مثلا تكلمني، وصوت الدوشه بتبقى جامده قوي، ما بتبقاش سامعاني ولا انا سامعاها في البريك، فبتكلمني من الهاند فري، حطاه في العلبه دي. ده بوك بتاع السنه اللي فاتت، فهي استغلته بالشكل دوت كده وحطينا فيه الهاند فري. سعره كام؟ سعره 10 جنيه، مش غالي. طبعا رجعت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده مكانها بنظام طبعا. ونبدا بقى نقفل السوسته، بس قبل ما اقفل السوسته حابه اوريكي حاجه كمان. هنا من بره حاطه لها ازازه الميه او الزمزميه بتاعتها، جايباها نفس لون اللانش بوكس، قريبين من بعض. حاولي تنسقي الالوان، يعني لو عندك مثلا طفلين او ثلاثه حاولي تجيبي اللانش بوكس بتاعهم هو هو لون الزمزميه، عشان ما تتلخبطيش في حاجه زي كده. بجد بتفرق قوي 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 في نفسيه الطفل، اللي هو ما ياخدش حاجه بتاعه اخوه او اخته. طبعا مش هتفرق ولا اي حاجه، بس بتبقى حاجتهم مميزه شويه. السوسته الثالثه بقى والاخيره هي فيها كل حاجه والشغل كله والنظام كله. يعني ايه الشغل كله والنظام كله؟ هقول لك دلوقتي. هنا بقى هقول لك دلوقتي في ايه. هنا بتحطي الكشاكيل والكراريس كلها مع بعضيها. طبعا لما تحطي كلهم الكشاكيل والكراريس كلهم مع بعضيهم هيسيحوا كلهم على بعض ومش هتعرفوا. احيانا كتير بتنسى تاخد حاجه، فمن ساعه ما عملت لها النظام دوت وهي ماشيه عليه حلو جدا. حتى اصحابها في المدرسه لما اتفرجوا على الفيديو بتاع السنه اللي فاتت اعجبوا بيه جدا، وبقت كل الفصل بتاعها بيعمل نفس النظام اللي انا قلت هقول لك عليه دلوقتي. النظام ده عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا ماده العربي الجلاد بتاعها لونه ازرق، تمام كده. بتعملي الدوسيه لونه ازرق، طبعا مش متوفر عندك الدوسيه اللي هو لونه ازرق بسوسته دوت، تقدري تجيبي الدوسيه اللي هو بالكبسونه، اللي هو في من هنا كده بيبقى كبسوله، تمام كده. سعره بيتباع في كل المكاتب، يعني ده لو غالي عليكي تقدري تجيبي التاني. ده سعره في الدسته كنت جايبه ال 12 واحد مع بعض ب 70 جنيه تقريبا كده، لكن بيتباع فرضاني ب 15 جنيه، فانا فضلت ان انا اجيب بالدسته، هيوفر معايا وهيقعد ومش هيحصل له اي حاجه، والخامه بتاعته حلوه جدا تقدري تغسليها وتستعمليها السنه الجايه وتقعد معاكي فتره طويله. ده عباره عن ايه بقى؟ ماده العربي زي ما انا قلت لك الجلاد، فبختار لون الجلاد اللي المدرسه بتحدده وانا على اساسه بختار الدوسيه. يعني مثلا لو انت لسه ما اشتريتيش الحاجه بتاعتك، لما تروحي تشتري الجلاد هتعرفي كل مدرسه كاتبه الجلاد لونه ايه، وبتجيبي من المكتبه الجلاد الدوسيه نفس شكل الجلاد، سواء ازرق او اخضر او اصفر او احمر، على حسب المدرسه ما هتطلب. وطبعا انتوا عارفين المدرسين بيطلبوا كميات كشاكيل كتيره قوي عندنا هنا في مصر، معرفش في الدول العربيه ودول الخليج معرفش بيطلبوا ايه، بس عندنا ماده العربي عباره عن 8 كشاكيل، يعني الثمانيه مستحيل الطفل او الطفله وهي بتعمل الجدول تحط الثمانيه، فيستحسن ان انت تجيبي دوسيه بالشكل دوت كده تقريبا اللي هو بالكبسوله ب 3 جنيه او ب 2 جنيه ونص، حاجه زي كده مش غالي، بس بجد هيوفر معاكي كتير قوي. بحطه بقى هنا كده بالشكل دوت، طبعا لما بيبقى فيه الكتاب بيبقى واقف. ده اللون الاخضر، ده اللون الاحمر، البرتقاني دوت انا عامله لها اللون اللي هو الاصفر، وطبعا كل دوسيه بيبقى جواه الكشكول بتاعه والكتاب كمان بنفس الشكل دوت كده. وطبعا بتبقى كاتبه من بره حاطه تيكت وكاتبه عليه الماده بتاعه الدوسيه، وطبعا مع التكرار مع الاستمراريه كل يوم بتعمل الجدول بتبقى فاكره الدوسيه ده لونه ايه، والدوت بتاع ماده ايه، وده بتاع ماده ايه وكده. نيجي بقى للدوسيه الاخير دوت، ده بتاع الرسم. يعني ايه دوسيه للرسم؟
يعني لازم يبقى في دوسيه للرسم. طب ليه؟ هقول لك دلوقتي. اولا يوم الرسم ده بيبقى يوم واحد في الاسبوع، والبنات او الولاد بيستنوا اليوم دوت لان بيطلعوا فيه المواهب بتاعتهم وبيطلعوا كل الطاقه بتاعتهم في الرسم والتلوين والحاجات دي كلها. فانا مخصصه لها اليوم دوت، عامله لها ليه دوسيه بالشكل دوت، وكمان كراسه الرسم بغض النظر اللي دي صبياني او بناتي، كراسه الرسم بالشكل دوت بتبقى محطوطه جواه، كمان بيبقى معاها كراسه مسطره للمهارات، مدرسه الرسم بتديها حاجه عندهم في المدرسه اسمها مهارات، اعمال يدويه، الحاجات دي كلها. كمان في مقلمه مخصصه للرسم، سعر المقلمه دي 5 جنيه، مش هتوفري حاجه لما تجيبي مقلمه صغيره زي دي كده سعرها 5 جنيه، او تستعمل المقلمه بتاعت السنه اللي فاتت لو هي جابت مقلمه جديده السنه دي. بتحطي فيها ايه؟ بتحطي فيها الالوان كلها، وكمان بتحطي فيها مسطره وقلم رصاص، وهي منظمه لكم المقلمه عندها على القناه، هنزل لكم عندي هنا على القناه، هنزل لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله. بص بتحط كمان قلم رصاص عشان خاطر لو هي نسيت القلم الرصاص في المقلمه الثانيه، تمام كده. طبعا الدوسيه دوت اول ما بتيجي بتحطه زي ما هو كده، ما ينفعش تطلع منه المقلمه، لان لو طلعت منه المقلمه اوريدي هتنساها، وما تيجي الحصه اللي جايه او الاسبوع اللي بعديه اكيد هتنسى. تيجي بقى للجيب الاخير دوت، تعالي اقول لك بتحطي فيه ايه. اولا الجيب دوت سحري، تقدر تحطي فيه الموبايل، تقدر تحطي فيه اي حاجه. معانا هنا ادوات الهندسه، دي اساسي معاها في الشنطه. ليه بقى معاها اساسي في الشنطه؟ علشان خاطر ساعات كتير قوي الميس بتبقى مثلا عامله حسابها اللي هي هتديهم رياضه، ومره واحده بتقول لهم هديكم هندسه، فلازم تبقى معاها ادوات الهندسه. في مدرسين بتبقى قايله قبلها والبنوته غصب عنها بتنسى، لكن لما تديها لها في الشنطه خفيفة يعني مش هتأثر على تقل الشنطة ولا أي حاجة، أو ممكن تحطيها في الدوسيه بتاع الرياضة. وكمان الآلة الحاسبة والألوان اللي هي الجريتر ديت، بس هي ما بتاخدهاش كتير، أنا مش برضه أديها لها كتير في المدرسة عشان خاطر في ناس بتقدر اللي هي تجيبها وفي ناس ما بتقدرش تجيبها، فما بديهاش كتير يعني، بس هي بتبقى معاها أحيانا عشان بتبقى عايزة تشكل زي صحابها. وطبعا الاله الحاسبه، بس الاله الحاسبه ديت مش هي اللي هتستخدمها السنه دي، هي تستخدم اله حاسبه اللي هي الكاسيو، لسه هجيبها لها ان شاء الله. لما اجيبها هقول لكم اسعارها ايه، لان سمعت ان اسعارها معديه 300 و400 جنيه، ان شاء الله هقول لكم على سعرها جبتها بكام يعني. بس برضو لازم تبقى اساسي. في رابعه وخمسه كانت الاله الحاسبه اساسي معاها في الشنطه، وطبعا الموبايل بتاعها بتبقى حطاه هنا كده في ظهرها. ليه بقى؟ لان بتبقى عاملاه فايبريشن وهي لابسه الشنطه، بتحس بالفايبريشن في ظهرها، فبترد عليا لما بتصل بيها. واحيانا كتير ما ينفعش ان انا اتصل ببنتي طول ما الحصه شغاله، يعني ما ينفعش، ببقى انا عارفه ميعاد البريك بتاعها او ميعاد الخروج بتاعها، فبتصل في الوقت دوت كده. خلاص شنطه المدرسه والتنظيم، وزي ما قلت لك دي بحطها كده من بره من هنا، بتبقى سهله على الموضوع. بس كده، كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد دراسي عليكم جميعا ان شاء الله بإذن الله. في تحت في التعليقات انتوا عايزين فيديوهات ايه الفترة الجاية ان شاء الله نعملها مع بعض، وان شاء الله انا مش ناسية الروتين بتاع اول يوم دراسة، ان شاء الله هنعمله مع بعض. وهنعمل فيديوهات جاية كتير قوي، وهنزل لكم بقى الفيديوهات اللي انا نزلتها بتاعت اللانش بوكس في صندوق الوصف، وان شاء الله تنظيم المقلمه اللي ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، لان فاتك نص عمرك. زي ما هي منظمه الشنطه بتاعتها كده، تبقى عارفه حاطه كل حاجه فين، كمان المقلمه منظماها وعارفه حاطه كل حاجه فين. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.